السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى ودي قناة عيش السفر. النهاردة عندنا فيديو جديد. النهاردة اليوم الثالث لنا في شرم الشيخ. صحينا بدري كالعادة واخدنا الفطار بتاعنا على الفيو التحفة دوت، وسريعا سريعا خرجنا اخدنا العربية ورايحين دلوقتي للمينا عشان ناخد الرحلة البحرية بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده طرق شرم الشيخ بقت جميلة جدا وحاجات كتير اتعملت فيها. البلد فعلا اتغيرت للأفضل كتير. هنا كنا خلاص قربنا نوصل للمينا، وأنصحكم تكملوا الفيديو للآخر عشان هتشوفوا قد ايه مصر عظيمة وقد ايه شرم الشيخ أجمل بلاد العالم. وخلاص هنا كنا وصلنا لمرسى السفن ورايحين نركب المركب اللي ان شاء الله هيقضي معانا طول اليوم النهارده. وهنا خلاص المركب بدأت تتحرك ومتجهين لمحمية رأس محمد. وطبعا مهما حكيت ووصفت لون المية والأجواء عمرها ما تيجي 5% ولا حتى 10% من الحقيقة اللي شفناها. شرم الشيخ بلد عظيمة، والرحلة البحرية من أفضل الخروجات أو من أفضل الأكتيفيتي اللي لازم تعملوها أول ما تنزلوا شرم الشيخ. وهنا مستر محمود الشاذلي بدأ يقول لنا تعليمات المركب واليوم هيمشي ازاي والغطس طبعا، وشرح لنا ازاي هنقدر نغطس تحت المية وكل حاجة خاصة باليوم بتاعنا. وقبل ما ننسى حابين نشكر في الاول كده مستر ايمن على الرحلة الجميلة دي. مستر ايمن هو اللي كان واقف في الفيديو جنب مستر محمود. مستر ايمن هو مصور تحت المياه وهو اللي حجز لنا الرحله وهو اللي ظبط لنا الاسعار، ومتشكرين جدا يا مستر ايمن على مصداقيتك وعلى الشغل الجميل جدا وعلى الصور وعلى الفيديوهات تحت المياه التحفه. وانصح اي حد ان هو لو نازل شرم الشيخ وحابب يحجز الرحله دي ويصور تحت المياه لازم تكلم مستر ايمن، وفي اخر الفيديو ان شاء الله بحط لكم الرقم بتاع مستر ايمن تقدروا تتعاملوا معاه وتكلموه دايركت. ونرجع تاني لأجواء البحر الأحمر والأجواء العظيمة اللي احنا شايفينها قدامنا دي والجو التحفة. بالنسبة للرحلة البحرية هي بتبدأ من الساعة 9 الصبح والرجوع بيبقى في حدود الساعة 5. في الرحلة البحرية بنقف في البحر في 3 وقفات مختلفة، بننزل نعمل سنوركلينج وبننزل نعمل دايفينج وبنصور وبنعمل كل حاجة. الموضوع سيفتي 100%. الجايدز الكباتن موجودين في كل مكان، سواء هتعمل دايفنج سواء بس هتعمل سنوركلينج. بس انصح اي حد راح الرحله دي انه لازم يعمل دايفنج ويجرب الدايفنج. الحياه تحت الميه غير 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 كتير فوق الميه. هتشوفوا كل ده في الفيديو، وما تستعجلوش على الفيديو ولا تقفلوا الفيديو، الفيديو هيعجبكم جدا. وهنا كنا محظوظين ان احنا شفنا النسر او الصقر اللي انتم شايفينه دوت. طبعا ده حر ومش صعب ان اي حد يمسكه، فكفايه ان احنا شفناه.
وهنا كنا وصلنا لمكان الوقفة الأولى اللي هنعمل فيه سنوركلينج وهنعمل فيه برضو دايفينج. زي ما انتم شايفين كل المراكب بتقف وكله بيربط مع بعضه. الموضوع آمن جدا، سيفتي عالي جدا، الناس تنزل تعمل سنوركلينج زي ما انتم شايفين. اللي بيعرف يعوم بينزل عادي جدا، اللي ما بيعرفش يعوم بياخد لايف جاكيت وبينزل. الكل بيستمتع بالأجواء زي ما انتم شايفين، الشعب المرجانية طالعة لحد فوق، الأسماك موجودة في كل مكان. كملوا هتشوفوا الدايفينج وهتشوفوا عملنا ايه في المية تحت، وهتشوفوا كتير أسماء كتير شفناها. وأسيبكم شوية مع الأجواء. وهنا خلاص ما قدرتش اقاوم المية وجمالها، فنطيت على طول في المية. وهنعمل شوية سنوركلينج قبل ما نعمل الدايفنج بتاعنا. ودي كانت اهم لحظة في اليوم كله بالنسبة لي طبعا، اني خلاص هرجع تاني اعمل دايفنج. الدايفنج من الحاجات اللي انا بحبها جدا، عملتها كتير قبل كده، عملتها في شرم، عملتها في المالديف، عملتها في دبي، الغردقة، اماكن كتير غطست فيها. والى حد ما انا عندي شوية خبرة في الغطس، بس بما اني لسه ما عنديش الكورس، ما عملتش الكورس، او انا مش اوفيشال يعني اغطس لوحدي، فلازم يبقى معايا جايد. وعشان السيفتي طبعا دي الاجواء تحت المية. اسيبكم تستمتعوا شوية باللي انا استمتعت بيه. وبما انك لسه موجود في الفيديو، اذا الفيديو عجبك فبالتالي ممكن تعمل لايك او تعمل سبسكرايب وتعمل شير برضو للفيديو لو عجبك، عشان تشوف كل الفيديوهات اللي جاية. وهنا كنا خلاص خلصنا الغطسة بتاعتنا. الحمد لله كانت غطسة كويسة جدا، بسطت منها كتير كتير. الفيديو اللي انتوا شفتوه دوت ما يجيش مثلا 10% من اللي انا شفته تحت المية. الموضوع ممتع لأبعد الحدود، وسبحان الله زي ما انتوا شايفين المية، ألوان المية وتدارج المية حاجة، بس ان انت تقول سبحان الله بس وما تتكلمش جنبها الصراحة. والوقت دوت طيب كان وقت الغدا، فكان في اوبن بوفيه على المركب، للأسف ما صورتوش، بس بيبقى حلو الى حد ما. وبتقدر تاكل، بتشرب اللي انت عايزه، بتعمل حاجات كتير. وهنا كنا وصلنا للوقفة التانية والوقفة التالتة عامة، اللي هي الايلاند، ان هي ساندي ايلاند بتبقى موجودة في وسط البحر. وهنا كنا وصلنا للجزيرة البيضاء او الوايت ايلاند. بالنسبة للجزيرة البيضاء مكان كويس جدا تاخد فيه صور طبعا، وغالبا مش هتعرف تنزل بالموبايل بتاعك، فهيكون في مصورين هناك هتقدر تاخد كام صورة هناك. احنا بننزل عوم لحد الجزيرة، وبتقدر تقف عليها بتاخد صور كويسة عليها، وهتشوف الصور اللي خدناها. ده كان مع مستر محمود الانستراكتور بتاعنا النهاردة. وهنا على الجزيرة كنا بنجري ونلعب وتاخد صور كتير تحفة. وبعد كده بترجع تاني نفس اما نزلت، بتمشي شوية وبعد كده بتعوم مثلا دقيقتين ثلاثة وبتوصل لحد المركب.
وهنا كنا خلاص طلعنا من المية وخلاص راجعين للفندق تاني. اليوم بتاعنا خلص والوقفات بتاعتنا خلصت، عملنا كل حاجة، اتبسطنا كتير. وعشان اليوم يكتمل واحنا راجعين شفنا أسراب الدولفين زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. اليوم كان تحفة، انا مبسوط جدا ان انا حضرت اليوم دوت، ومبسوط جدا ان انا وثقته. واتمنى اليوم يكون عجبكم من اوله لاخره، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وسبسكرايب، ونشوفكم الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.